السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في هذا اللقاء الخاص. لم يعد بقاء النظام قائما في العراق متعلقا بإصلاحات يحاول أقطابه الترويج لها هنا أو هناك، بل إن انهياره أصبح مسألة وقت، ربما ينجحون في إطالته لأمد قد لا يطول. وبحسب مراكز متخصصة فإن علامات انهياره أصبحت واضحة لا يمكن إخفاؤها، وسيكون انهيارا مدويا بحسب تلك المراكز. في تقرير له أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الوضع السياسي في العراق بشكله الحالي سينهار لا محالة ما لم يتم تغييره تغييرا جذريا. واستعرض التقرير عددا من عوامل الانهيار لهذا النظام والتي لا يمكن له الصمود مع بقائها، ولم يعد بالإمكان تلافيها أو الرجوع عنها حتى مع افتراض توفر النية لذلك، وذلك نظرا لتشابك هذه العوامل وتداخلها مع أجندات خارجية تتحكم بسلوكه سياسيا واقتصاديا ولا يمكنه التخلص منها، على أن مثل هذه النيات لا يمكن افتراضها بأدوات النظام الحالي وشخوصه لارتباط مصالحهم بالأسس الفاشلة التي استند إليها النظام منذ قيامه والتي خلقت سلسلة من الأزمات المستعصية. أشار التقرير أيضا إلى أن هذه الأزمات والتحديات تشكل عوامل انهيار وشيك لأي نظام في العالم وليس في العراق فحسب، محذرا من عدم اكتراث القيادات السياسية الحاكمة والمتحكمة بالمشهد القائم لمخاطر الانهيار المتوقع وانصرافها إلى تقاسم ما تبقى من مغانم بدلا من ممارسة مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في معالجة الأزمات ووقف بوادر الانهيار. في هذا اللقاء الخاص نناقش الأوضاع المريرة التي يمر بها العراق والتي تسببت فيها الأحزاب السياسية الفاسدة والحكومات المتعاقبة الفاشلة كما تقول التقارير، مع الدكتور مثنى حارت الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين بالعراق. أهلا وسهلا فيك دكتور مثنى. أهلا ومرحبا. حياكم الله. الله. بالإشارة إلى ما ورد في المقدمة من تقارير ومعلومات، نحن أمام انهيار، أمام نظام هش، إدارة سيئة للدولة بشكل واضح، وأمام فوضى للسلاح والميليشيات وفساد في السلطات الثلاث. كيف يمكن الحديث عن دولة في ضوء كل هذه المعطيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ضوء كل هذه المعطيات لا يمكن الحديث عن دولة. نعم. وهذا هو واقع الحال في العراق. فما يجري في العراق وما يوصف بأنه دولة ليس دولة حقيقة. العراق منذ احتلاله في عام 2003 وحتى اللحظة يشهد انهيار كل مقومات وأسس الدولة الحقيقية، حتى أضحينا بعد 18 عاما من الاحتلال بلا دولة. الموجود الآن في العراق هو نظام سياسي محمي من قبل إرادات خارجية دولية وإقليمية لإدامته كما قال التقرير أيضا وكما قلتم في المقدمة، لأطول مدى يمكن، لا من أجل مصلحتي الشعب العراقي وإنما بناء على توافقات وضرورات خارجية لا تمت للعراقيين بصلة. نعم. في هذه النقطة تحديدا، كيف يمكن أو يستطيع العراق مواجهة كل هذه التحديات التي يمر بها سياسيا واقتصاديا في وجود قيادة بين قوسين كما قال أحد الكتاب في مقاله، يتقاتلون على الكراسي والمناصب بطرق بدائية؟ نعم. بالبداية أراك تحتاط كثيرا وهذا من حقك. نعم. مقدم. أنا لست صاحب موقف سياسي. لست صاحب موقفا. نعم. ولكن لست صاحب موقف سياسي، ولكن واقع الحال أن هذه هي الحقيقة في العراق. أشار لها مراقبون أو تقارير أو ما إلى ذلك، هذا هو واقع الحال في العراق. نعم. ومن هنا نحن لا نتحدث في العراق كما جبت عن السؤال الأول عن دولة وعن نظام سياسي حقيقي. نعم. وعن رجال دولة تهم في الدرجة الأولى مصالح العراقيين وهموم العراقيين، وإنما يهمهم الصراع بينهم على، أيضا أقول صراحة، ليست مكاسب وليست مصالح خاصة، وإنما صراع من أجل البقاء ما أمكن بناء على ما تريد منهم الإرادات الخارجية. وبالنتيجة طبعا راح تترتب على هذا مصالح خاصة سواء كانت معنوية أو مادية. هذه نقطة. والنقطة الثانية أن هذا الصراع المتواصل لا يعطي أي مجال لإيصال رسائل يمكن أن يفهم منها أن هناك في ذهن ما يسمى السياسي العراقي أو القوى السياسية العراقية
عن الدولة ومؤسسات الدولة وحماية هذه الدولة ومحافظة على سيادة البلد وتقديم الخدمة للمواطنين وما إلى ذلك، لأنه هذا كله غير منظور إليه بالمرة. نعم. غير منظور إليه بالمرة. وفق كل المبادئ والأسس العلمية، العلمية السياسة والاقتصاد وعلم الإدارة كذلك، لا يمكن لدولة بهذه المواصفات، وهنا الدولة ضاح بين قوسين، أن تبقى يعني يوما واحدا ولكن النظام قائم. فإذا هذا القيام أو هذا الوجود غير حقيقي، بمعنى أنه لا يتفق تماما مع القواعد المنطقية والمبادئ العلمية لإدارة الدول. لكن بما أن هناك إرادة أمريكية المحتل رقم واحد، نعم، وإرادة إيرانية المحتل رقم اثنين لإدامة هذا النظام السياسي ودعمه بكل وسائل إطالة الأمد ما أمكن، يعني أشبه بمريض في غرفة عاش يراد لهم أن يبقوه هكذا فقط لا يموت، نعم، لأنهم مشغولون بقضايا أخرى، حينما يحين الدور على العراق يرجعون مرة ثانية إلى ذلك. فكل التقارير التي تتحدث عن الاقتصاد العراقي والسياسة العراقية والإدارة العراقية وتتنبأ بانهيارها وما إلى ذلك سمعناها منذ سنوات طويلة، ولكن الآن لم يحصل شيء. لو قارنا هذا الأمر بدول أخرى في العالم الثالث لرأيناها تعيش مآسي كبيرة وفشل اقتصادي ذريع وانهيار متتابع لهذه النظم وتداول غير سلمي، أقول بصراحة تداول غير سلمي للسلطة، متواليات يعني سياسية وعسكرية واقتصادية خطيرة. العراق كل العوامل فيه ولكن محافظ عليه كمظهر خارجي لهذه الضرورات التي تحدثنا عنها. نعم. وفي ضوء ذلك دكتور، كأنك تقول أنه لا يمكن إعادة بناء الدولة نظرا لوجود كل هذه المشكلات المستعصية وصراع الإرادات الداخلية والإقليمية. نعم. أولا يعني أعود بك أيضا على السؤال الأول. نعم. لا توجد دولة حتى يعاد بناء. نعم. ثانيا أذكر هنا أنه في عام 2005 أحد مراكز الدراسات في مصر في وقتها أعد ندوة حول هذا الموضوع وأقام ندوة حول هذا الموضوع ودعا إليها باحثين من العراق وكنت أنا واحدا منهم. قدمت ورقة فيها يعني حول سيناريوهات إعادة بناء الدولة من وجهة نظر القوى المناهضة للاحتلال، هيئة علماء المسلمين، أنموذجا. نعم. في ذلك الوقت كان هناك صدمة كبيرة جدا في دوائر، في الدوائر العربية والدوائر يعني الإقليمية والعالمية، عن هذا الانهيار السريع لكل ما يسمى دولة في العراق، لكل مقومات الدولة في العراق. فبدأ الناس يتحدثون عن كيف يعاد بناء الدولة بعد سنتين من الاحتلال، والآن نحن بعد 18 سنة من الاحتلال نتحدث، والتقارير تقول بأن النظام على وشك الانهيار وما إلى ذلك، وكيف نبني الدولة؟ طيب 15 عاما ألم تكفي لبناء لإعادة بناء جزء من الدولة؟ فإذا هذا السؤال يطرح ولكن لن تجد له جوابا لأنه لن يبنى. أنا أقول بوضوح ما قام في العراق بعد الاحتلال لا يمكن إصلاحه فضلا عن إعادة بنائه. هذه نقطة محورية. أبدا لا يمكن إصلاح البناء على الفاسد فاسد، البناء على غير الباطل على الباطل باطل، البناء على غير الصحيح غير صحيح. كما هم قاموا، أقصد الاحتلال هنا، بالقضاء على مقومات دولة حقيقية كانت قائمة في العراق، ينبغي الآن القضاء على النظام السياسي القائم بعد الاحتلال. وكما أسسوا مؤسسة لاجتثاث حزب البعث في وقتها، لابد من اجتثاث كل الأحزاب الموجودة حتى يعاد بناء الدولة من جديد. وبواقعنا المعاصر الآن أنت إذا تبني بناية قديمة متهالكة، نحن الآن في إسطنبول وكثير من البنايات يعني قديمة وقد تتعرض لمشاكل بسبب الزلازل، تهدم وتبنى من جديد. هذا هل تسمح لي دكتور بالسؤال عن الكيفية؟ يعني كيف يتم ذلك؟ أنت تحدثت عن تشخيص واضح وسليم للمشكلة، لكن السؤال الآن عن الكيفية التي يتم من خلالها هذا عملية الإصلاح أو الهدم والبناء مرة أخرى. أعود بك أيضا إلى مؤتمر القاهرة 2005، المؤتمر البحثي أقصد، قدمت رؤية لهذا الموضوع. بل قبل ذلك في عام 2004 قدمت القوى المناهضة للاحتلال رؤيتها لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي قبل الاحتلال. نعم. خطة سياسية متكاملة تقوم على محاور عدة لا تغفل أي جانب، أي جانب من الجوانب، سواء كان هذا الجانب سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو أمني أو ثقافي. لكن هذه الخطة كانت قبل تغول الأحزاب والميليشيات بهذه الصورة دكتور. طيب، وجددت هذه الخطط. نعم. على مدى سنوات بعد. لكن هنا ملاحظة. نعم. نعم، أثر هذه الميليشيات الآن وسيطرتها على الحكم بشكل واضح ظاهر، لكن ترى التغول من اليوم الأول للاحتلال.
منذ اليوم الأول للاحتلال كانت هذه الميليشيات يعني تعيث في الأرض فسادا. مقومات الجيش أساسا ما يسمى بالجيش الحكومي وقتها والقوى الأمنية ولا سيما قوى الشرطة كلها قامت في ذلك الوقت على أساس هذه الميليشيات. الفارق بين ما تقدم وما تأخر أن الميليشيات كانت ترتدي الزي العسكري، الآن أصبحت صريحة واضحة عيانا لا تخشى بعد أن أضفيت عليها الشرعية والمشروعية من النظام السياسي الحالي وسميت بأسماء وأصبحت جزءا مما يسمى دولة الآن. دكتور، تحدثت قبل قليل عن موضوع الأحزاب أثناء كلامك، وفي الحقيقة العراقيين كما كل شعوب العالم يتمنون لو كانت لديهم أحزاب سياسية بالمعنى المتعارف عليه سياسيا، أحزاب لخدمة البلاد والعباد. لكن المشكلة أيضا كما يقول مراقبون، حتى لا أتحمل مسؤولية شخصية، إنه هذه الأحزاب في العراق تحولت إلى مجاميع شرسة مفترسة متوحشة باتجاه البلاد والعباد، وأصبحت تتعامل مع مقدرات البلاد حتى بطريقة سلبية للغاية. إلى متى ستبقى الأحزاب تعمق مأساة العراق اليوم؟ للأسف ستبقى ما دام هذا النظام السياسي القائم في العراق موجودا. ومن الناحية الظاهرية كلامك دقيق وما أشار إليه المراقبون أيضا دقيق، لكن واقع الحال ينبغي أن نصحح المفاهيم. نعم، في الكتابة الإعلامية والسياسية العامة التوصيفات غالبا تؤخذ بناء على ما هو جاري الآن وواقع، ولكن إذا أردنا أن نعيد بناء إلى الأصل أو نؤسس لذاكرة عراقية وعربية عما يجري في العراق، فالأحزاب الموجودة الآن هي أغطية وعناوين وأردية لميليشيات أصلية. الأحزاب الموجودة في السلطة وخاصة الستة التي استلمت الحكم وقتها، غالبها خمسة منها كانت عبارة عن ميليشيا في الأصل تقاتل مع الجيش الإيراني ضد الجيش العراقي في الحرب العراقية الإيرانية. هذه الميليشيا بعد الاحتلال سلمت زمام العراق وبدأت بإعادة ترتيب أوضاعها لتظهر على شكل قوة سياسية، وبقت سنوات تحتفظ بمسميات القديمة فيالق وفراق وما إلى ذلك. ثم ضرورات العملية السياسية اقتضت أنه تسمى بأحزاب وكتل وقوة، واستطاعت الهيمنة على مقاليد الحكم في العراق طبعا بالدعم الإيراني والضوء الأخضر الأمريكي. بعد حين هذه الأحزاب والقوى السياسية التي تمرست في سياسة إبعاد العراق عن واقعه، عن حضنه العربي، عن دوره الأساس في المنطقة ونهب خيراته وما إلى ذلك، اقتضت ظروف المرحلة والدفاع عن نفسها في سنوات 2013 و2014 أن تعيد إنتاج أجنحتها العسكرية تحت مسميات جديدة، فنشأ ما يسمى بالحشد الشعبي. فإذا هذه الأحزاب ليست أحزابا حقيقية، وإنما هي واجهات لميليشيات وأدوات استعملها الذين احتلوا العراق في ترسيخ هذا الواقع. هذا على جانب. على الجانب الآخر ظهرت أحزاب وكتل ومسميات كثيرة جدا. إلى الآن لا توجد حياة سياسية حقيقية في العراق، وكيف توجد حياة سياسية في ظل الاحتلال؟ الآن عبارة عن شخصيات وزعامات وأشخاص مدعومين من الداخل أو الخارج، وحولهم مجموعة من المنتفعين والذين يسمون بالمستشارين، وضرورات المعركة الانتخابية تقتضي منهم الاجتماع وثم الانتخاب. إلى المعركة الانتخابية دكتور، لماذا لا يوجد أحزاب حقيقية؟ نحن نعرف أن الحزب السياسي حتى يكون حزبا سياسيا لابد أن يكون من الشعب وإلى الشعب ومعبرا عن إرادة الشعب، وليست كيانات يعني كيانات مصممة لأداء وظائف معينة. لكن لماذا لا تكون هناك أحزاب؟ ما الذي يمنع أن تكون هناك أحزاب؟ هناك قطاعات واسعة من الشعب العراقي لابد أن يكون لديهم من يعبر عن إرادتهم. هذا عندما تكون هذه الأحزاب نابعة من الشعب، عندما لا تكون هذه الأحزاب طارئة على الوطن والمواطن، عندما تكون هناك ظروف طبيعية. في الظروف الغير طبيعية كظرف الاحتلال، القوى المتحكمة في البلد لا تسمح لهذه الأصوات الوطنية أن تظهر. لما؟ لأن الأصوات الحقيقية للشعب ستكون ضد الاحتلال، ستعمل على إخراج الاحتلال ومفرزاته بالضبط وتوابعه وآثاره، وهذه الحالة مستمرة إلى الآن. ولكن الذي جرى أنه تم صناعة أحزاب لضرورات المشهد السياسي والادعاء بأن هناك ديمقراطية حقيقية في العراق، والشعب رافض هذه الأحزاب ليست لديها. هم دائما يقولون بأن القوى المناهضة للاحتلال، وكانوا يقولون سابقا في أيام الأولى للاحتلال أيام المقاومة العراقية وعمل الفصائل في وقتها، أن هذه الفصائل لا تملك برنامجا للتغيير. طيب،
18 عاما، أين هي برامجكم للتغيير؟ لا نطالبهم ببرامج تفصيلية، نريد الخطط العامة للتغيير، أين هي؟ أين مشاريع التغيير؟ على مستوى الحكم، هو على مستوى الحكم، على مستوى إدارة الدولة، على مستوى الأداء السياسي. فإذا لن يسمح للشعب بأن ينتج، وحتى لو سمح له، الظروف الموضوعية الحالية في العراق لا تسمح. لما تكاد هذه الآن الظاهرة مشهورة في وسائل الإعلام العربية وغير العربية، قضية الكهرباء والانقطاع الخدمات. شعب عراقي يعاني من 18 عاما من فقدان مقومات الحياة. كيف يمكن لمواطن لا يمتلك أدنى مقومات الحياة أن ينتقل إلى مرحلة أكثر تطورا، وهي المشاركة في العمل السياسي من أجل المطلوب؟ ثم ما جدوى تشكيل أحزاب بدون أن تحقق ما تريد؟ الأمور محسومة، الحصص مقسمة، القوى الضاغطة موجودة في الساحة، كل صوت يشذ عما يريده الاحتلال وتوابع الاحتلال يقتل. فإذا لا توجد من الناحية السياسية، لا توجد ظروف من الناحية الأمنية، من الناحية الاجتماعية، وكذلك من الناحية الثقافية. يعني عندما يكون وزراء الثقافة في العراق يتتابعون على هذه المنصة من قادة الميليشيات، فأي ثقافة تتحدث عنها في العراق؟ هل القائد الميليشياوي يعمق ثقافة الحوار والعمل السياسي والتداول السلمي للسلطة، أم يعمق ثقافة الميليشيا التي يتبعها؟ هذه أسئلة برسم الإجابة دكتور. أنت تنقلنا بحديثك إلى المعركة الانتخابية كما أسميتها، وعندما نقرأ حول الانتخابات في العراق بعد الاحتلال حتى اليوم، فالانتخابات تأتي بين المتغير والثابت، لكن الثابت في الانتخابات هو أن النظام السياسي لا يتغير، هو بقاء النظام السياسي، وبالتالي لا تقوم هذه الانتخابات بعملية تجسير الهوة بين المواطن العراقي ومتطلباته وبين الحكومة، لا تقوم بإصلاح النظام السياسي الموجود والدولة بمؤسساتها المهترئة. فالسؤال الآن مطروح، ما قيمة الانتخابات القادمة في ضوء هذه المعطيات؟ أولا لا قيمة لها بناء على ما قدمنا من أسس. نعم، وانتخابات في زمن هم يروجون الآن لضرورة قيام انتخابات. نعم، هذا الترويج قائم وحاصل، لكن دعنا نفهم لماذا يروجون. أولا لا يمكن أن تقوم انتخابات حقيقية في ظل الاحتلال كمسلمة، وعلى فرض أنها تقام فإنها لن توصل إلى النتائج المرجوة. وأنا أسميها معركة من باب التسمية المجازية، أن هناك صراعا حقيقيا بين قوى وأحزاب، وأنا أسميها معركة لأنها معركة حقيقية، أقصد الوصف الحقيقي، أن فيها قتلا، وأن فيها دماء تسال، وأن فيها إبعادا للعراقيين عن التعبير عن رأيهم الحقيقي، وأن فيها قضاء على الاحتجاجات والتظاهرات وعلى ثوار تشرين وما إلى ذلك. هذه المعركة الحقيقية، مسألة خطيرة. يعني بالعراق نسميها معركة كسر العظم، هم يكسرون عظام كل من يقف أمام طريقهم، ثم يضعون صندوق للاقتراع. نتائج الانتخابات الماضية واضحة، شهدت عزوفا كبيرا من الشعب العراقي، وهذه نتيجة، صدق نقول نتيجة جيدة. لما؟ لأنها انبنت على معاناة سابقة، وأنه بدأ الوعي العراقي بالتبلور والبناء على ما تقدم، وأن هذه الانتخابات لن تقدم لهم شيئا، وأن خدع هذه الأحزاب وادعاءاتها وسياساتها وحملات الترويجية إن كانت تروج على كثيرين بدأت تقل جدا، والنسبة كما تعرفون كانت نسبة ضئيلة جدا، لم تكد تصل إلى 18% المعلن، ولكن واقع الحال أقل من ذلك، والمتوقع في الانتخابات القادمة كذلك. إذن هناك تيار شعبي عراقي حقيقي بدأ يكبر ويزداد على مدى السنوات، لا يرى في العملية السياسية أي فائدة. أما هذه الاستعدادات والتحضيرات وما إلى ذلك، فهو بناء على مقتضيات تقاسم الأدوار بين اللاعبين. الصراع، وقل بصراحة وأخذ مثال من واقعنا، عندما يقولون أنه المكون العربي السني وهناك صراع بين الأحزاب والقوى الممثلة للناخبين، هي أسماء الأحزاب ولا قوى وتجمعات، في الغالب تجمعات اقتصادية مالية منفعية، يلتف حول بعض المنتفعين وترفع شعارات سياسية، وأسماء تتغير. أكثر القوى السياسية تغيرا في الأسماء هي القوى السياسية السنية، في كل انتخابات مو اسم واحد يتغير، وإنما اسمين أو ثلاثة. ما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك بأنها ليس كما قلنا في البداية، ليست قوى سياسية حقيقية. هذه الانشقاقات بينهم، هذه الخلافات، هذه الصراعات، هذه التصفيات، هناك معركة حقيقية الآن في المحافظات التي تسمى بالمحافظات العربية السنية بين أطراف، لفرض واقع أمر هناك محاولات إباحة، إبعاد وإزاحة من طرف لطرف آخر. طيب، هذا الصراع كله من أجل مصلحة المواطن، من أجل مصلحة الناخب السني كما يقولون؟ لا. لما؟ لأن النسبة معروفة، لا تتجاوز 20%. فإذا كان الأمر هكذا، حتى إذا لم يذهب أي نائب أو أي
مواطن عراقي للترشيح فإن النسبة ثابتة. إذن الصراع بين من؟ الصراع بين أصحاب المصالح للوصول للكراسي، لإبعاد فلان وشلة فلان ومجموعة فلان عن البرلمان والجلوس مكانه. في نقطة مهمة دكتور، صراعات محدودة محلية وواضحة، أقولها برسالة واضحة لمن يرى ولمن يسمع. نعم. يوضع المواطن العراقي دكتور بين خيارين، إما أن يكون إيرانيا ولائيا أو يكون عراقيا وطنيا أمام كل الانتخابات، ويتهم كل الذين لا يشاركون أو يقاطعون الانتخابات للأسباب التي تفضلت بذكرها باتهامات كثيرة في الحقيقة. سؤالي ليس هنا، سؤالي اليوم كيف يمكن استثمار هذه الحالة سياسيا، نسبة المشاركة الضعيفة السابقة واللاحقة والمتوقعة كما تفضلت، أنه لا يوجد تعبير حقيقي عن الجماهير العراقية، كيف يمكن استثمارها داخليا ولا سيما أن الثورة ما زالت تتفاعل في عامها الثاني، وكيف يمكن استثمارها إقليميا، وسنأتي إلى هذا الموضوع في قضية التمثيل السياسي للشعب العراقي. سياسيا وإعلاميا يمكن استثمارها، لما؟ لأنها تدل على صدق واستشراف القوى المناهضة للاحتلال التي لا قل تنبأت وإنما استشرفت هذا الموضوع منذ البداية. نعم. وقالت بأن هذه العملية السياسية ستوصلنا إلى مخرجات خطيرة، والمخرجات كانت واضحة المعالم وقتها لمن يشتغل في السياسة، لمن يعرف شيئا عن السياسة، لمن يتابع بتجرد، واضحة منذ الساعات الأولى أو السنوات الأولى للاحتلال. الآن أصبحت ظاهرة وواقع يلمسها المواطن العراقي، لكن المشكلة ليست هنا. نعم. ليست هناك قدرة على استثمار هذا الأمر، لأنه لا الظرف الإقليمي ولا الظرف الدولي، لا أقول لا يستطيعان، لا يسمحان باستثمار هذه الأمور. إذا كانت هذه الأمور في ظل ظروف طبيعية في بلد آخر يمكن أن تستثمر، ويمكن للقوى المناهضة والقوى المعارضة سميت هكذا بأنه تستغل من أجل إظهار الصورة الحقيقية في الإقليم وفي المجتمع الدولي، وتستدعي الجهود الدولية من أجل تغيير الأوضاع، هذا غير ممكن في العراق. ليش غير ممكن؟ لأنه النظام السياسي القائم في العراق الذي شبهناه بالمريض في غرفة الإنعاش هو مريض لدى فلنقل في المستشفى الأمريكي عند المحتل الأمريكي. المشكلة في العراق أن هذا النظام السياسي أنشأه الأمريكان بمعاونة الإيرانيين، فهل تتصور أن الأمريكي يمكن أن يسمح لقوى سياسية مناهضة للنظام السياسي القائم في العراق أن تستثمر هذه المعطيات لتغيير الواقع السياسي؟ الأمر محكوم، الأمر محكوم. وقد يقول قائل الآن أو قد تقول أنت، طيب ما العمل؟ العمل هو استمرارنا في كشف وفضح هذا ما يجري في العراق، والبناء على ذلك، لعله ينتبه أحد ما هنا أو هناك إلى المشاريع التي قدمتها هذه القوى للتغيير في العراق. قناعتي أنا أن القضية قضية وقت. والمهم دكتور في الموضوع أن الشعب يلتقط كل هذه الأشياء ويتحرك طيب فيها ويتفاعل. نعم الشعب يلتقط هذه الأشياء، والدليل على ذلك هو هذا الوعي الفكري المتزايد يوما بعد يوم. نعتقد أنه رغم الحالة السوداوية والسلبية في العراق هناك إيجابية كبيرة في أن الشعب الآن بدأ هو يطالب بنفسه، لا ينتظر قوى سياسية سواء كنا نحن أو غيرنا أن نطالب بما يطالب. للحديث بقية دكتور مثنى حارث الضاري، بعد فاصل قصير نعود للحوار بحول الله. أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى دكتور معنا في هذا اللقاء الخاص. جرى مؤخرا دكتور استعراض لعسكري لقوى الحشد
في هذا الاستعراض لخصه المتابعون في أنه الدولة داخل الدولة وأن دولة الميليشيات تتنامى بشكل كبير. استعرضوا بطائرات بدون طيار، استعرضوا بأسلحة ضخمة وصواريخ وما إلى ذلك بحضور رئيس الوزراء العراقي في هذا الاستعراض، وفي هذا طبعا دلالات كثيرة جدا. لكن ماذا يعني لكم أن يتم الاستعراض على هذا النحو وبهذه الكيفية وفي هذا التوقيت بحضور رئيس الوزراء؟ هذا الاستعراض هو رسالة يعني متعددة اللغات، متعددة الجوانب واللغات، رسالة إلى الكاظمي رئيس وهو الحاضر فيه، حاضر فيه هو حاضر، ورسالة له، نعم، ورسالة إلى أمريكا وجهتها إيران، ورسالة إلى المنطقة العربية وللجهود العربية، وإلى للأسف أقول إلى المعولين على عودة العراق إلى الحضن العربي، ورسالة أيضا للشعب العراقي نفسه أن دولتنا دولة الميليشيات قائمة وتتمدد. شئتم أم أبيتم؟ شئتم أم أبيتم. وأيضا هي رسائل قوة متبادلة بين الميليشيات نفسها، بين ميليشيات الحشد الشعبي مكوناته إلى قوة سياسية وميليشيات أخرى من نفس النظام، من نفس القوى المهيمنة على الحكم، ولكن هناك اختلافات وصراعات على خلفية التمهيد المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد الكاظمي. كلنا يعلم أن حكومة عادل عبد المهدي كانت حكومة انتقالية قصيرة العمر، كان عمره 6 أشهر الافتراضي فقط، لكن طالت بسبب الظروف التي مرت في وقتها. وحكومة الكاظمي كذلك هي حكومة مركبة، الظاهر أنها حكومة أمريكية لأن الكاظمي مصنف على تيار علماني قريب أو له صلة بأمريكا أوثق من صلته بإيران. هنا نقطة مهمة، نعم، الحديث عن أنه هذا من جناح إيران وهذا من جناح أمريكا وصلته بأمريكا لا، القضية نسبية، كلهم يمتون بالصلة للطرفين، ولكن على نظرية المالكي القديمة عندما وصفوه بأنه يعني أقرب إلى إيران من بعده إلى أمريكا. فالقضية واضحة، فهي رسائل متبادلة، نعم، من أجل ترتيب أوضاع المرحلة المقبلة. فلنأخذ مثال من هذه الأمثلة، وهي الرسالة إلى، وهذا ما يهمني حقيقة، نعم، الرسالة إلى المحيط العربي. المحيط العربي، هذه طائرات إيران المسيرة فوق رؤوسنا، كما كانت طائرات التحالف الأمريكي فوق رؤوسنا ودمرنا الموصل ودمرنا تكريت وبيجي والأنبار وكما دمرنا في سوريا على سبيل المثال حلب وحمص. ها هي الطائرات الإيرانية تظهر جهارا نهارا صباحا في استعراض عسكري أمام أنظاركم وأمام أنظار الأمريكان وبحضور رئيس الوزراء مرغما. القواعد تقول السياسية والدبلوماسية كانوا سابقا يعلمون أنتم لا تجدون السياسة، لا تجدون اللغة الدبلوماسية، هناك خطوط حمر لا يمكن لأي رئيس أن يتجاوزها، وإذا بها كلها تنسف. رئيس وزراء حكومة يدعي محاولة القضاء على السلاح المنفلت وعلى الميليشيات السائبة وعلى المحافظة على هيبة الدولة، ويحضر استعراضا لهذا السلاح المنفلت، لهذه الميليشيات المنفلتة، نعم، لهذا السلاح خارج إرادة الدولة والقضاء. والغريب دكتور أنه الميليشيات روجت بأن حضور رئيس الوزراء في هذا الاستعراض يعطي شرعية أو يعني أن هذا السلاح خاضع لرئيس الوزراء وأنه سلاح شرعي من الناحية الظاهرية، نعم، ولكنها لا تحتاج، لأنه ما دام مؤسسة ما يسمى بالحشد الشعبي عدت مؤسسة رسمية وأضفيت، نعم، عليه الشرعية، وهذا هو مبرر حضور رئيس الوزراء أن، نعم، هذه، نعم، مؤسسة رسمية حكومية. ولكن الكل يعلم بأن هناك رسائل مضمنة في هذا الموضوع، فلو كان هناك رئيس وزراء حقيقي، لو كان هناك رئيس وزراء يميل بجد، أقول بجد، إلى طرف من الأطراف لما سمح له ولا سمحت له نفسه أن يقف هذا الموقف المذل المهين، ولكن من تعود على الإذلال وعلى الإهانة يقبل هذه الأمور جميعا. نقطة هنا مهمة، الحكم الجاري في العراق الآن والحاصل في العراق هي معادلة غريبة جدا. مفاد هذه المعادلة أنه يؤتى برئيس محسوب على أمريكا، وتستطيع إيران في حكمه أثناء حكمه أن تفعل ما تشاء. هذا الحاصل في العراق،
يعني الغلاف أمريكي والباطن والمحتوى إيراني، وهذه معادلة تريح إيران إراحة كبرى، تعمل في العراق وتدير العراق وتسوس العراق وتنهب العراق وتفعل ما تشاء، وفي الوقت يعني عينه تقول أمريكا تهيمن على العراق من خلال الكاظمي. لاحظ هذا الدهاء وهذا الخبث، هذا دهاء أمريكي في الحقيقة. نعم. وهو يرفع الحرج عن أمريكا حتى لا تقول طبعاً أن هناك رجلا إيرانيا يحكم العراق. نعم ويرفع الحرج. هذه مقتضيات التوازن، ونخرج بذلك من الخلاف من هو المتنفذ أو غير. هناك نوع من عملية التوازن القلق بين أمريكا وإيران تدار من خلال هذه اللعبة التي وضع على رأسها الكاظمي. نعم دكتور، قبل أن أنتهي من هذا المحور، ذكرت حضرتك التهديد الذي يمكن أن يطال دولا في المنطقة بسبب وجود هذه الميليشيات والإمكانيات التي لديها من طائرات مسيرة وما إلى ذلك. كيف يمكن أن يؤثر فعليا في علاقات العراق بحكومتها الحالية مع الجوار؟ أيضا أعود بك إلى التاريخ، لأن هناك وقائع مهمة جدا. التاريخ القريب، في عام 2005 في مؤتمر القاهرة أثناء صياغة توصيات البيان الختامي بما يتضمنه من توصيات، كانت هناك مطالبة بإضافة فقرة بعودة السفارات العربية إلى بغداد. نعم 2005، لاحظ. نعم. هذا التاريخ كنا وفد القوى المناهضة للاحتلال، هيئة علماء المسلمين، المؤتمر التأسيسي في اللجنة، عرضنا هذا الأمر، فاستغرب بعضهم: أنتم تتحدثون عن البعد العربي، عن العمق العربي، عن الأخوة العربية. هم هكذا يتصورون أننا أدوات بيد الدول العربية والقوى العربية، كما هم أدوات بيد النظام الولي الفقيه، يعني هكذا يظنون. إذا ساءت فعال المرء سأظنونه. صحيح. فقلنا لهم صراحة: ما الفائدة من عودة السفارات العربية إلى بغداد إذا رفع العلم والسفير في عمان أو في أربيل؟ ما الفائدة بأن السفارة موجودة وليس فيها خدمات؟ ما الفائدة أن السفارة موجودة ولا يستطيع المواطن العراقي أن يصل إليها؟ إذن ستصبح وسيلة إعلامية لإضفاء الشرعية على النظام القائم في العراق. فنحن نريد الدور العربي الحقيقي إذا كان مؤثرا، إذا كان فاعلا، إذا كان عاملا على التغيير، إذا كان داخلا ضمن التوازنات في العراق، وهذا لم يحصل إلى الآن. وهذا ما تعرفه إيران ويعرفه النظام السياسي القائم، ولذلك هم يوجهون هذه الرسائل وهم في قرارة أنفسهم يحتفلون فيما بينهم على أنهم استطاعوا اقتلاع العراق من بعده العربي. كل المحاولات الجارية الآن سواء كانت، يعني نعتقد بحسن النوايا دائما، حسن النيات دائما، ولكن ليس بالضرورة أن تكون النية حسنة وأن يكون العمل صحيحا. لأن العمل إذا لم يكن مبنيا على أسس سليمة، إذا لم يكن بناء على رؤية حقيقية، لن تأتي النتائج كما نتمنى. فهم يحتفلون فيما بينهم على أنهم قد أفرغوا البعد العربي في العراق من معناه، واستطاعوا أخيرا أن يأتوا بالسفارات العربية لترفع الرايات العربية في بغداد، بينما كما قلنا الحكم هو توازن أمريكي إيران. للأسف هذا التوازن القلق دكتور الذي تفضلت بوصفه، يعني أنا في المحور التالي سأسأل عن الفساد، وأنا لست مضطرا للمجيء بأرقام وأحصائيات وكذا، المسألة أكبر من ذلك بكثير. أنا يمكن أن أقول كلمة فساد وأضع علامة استفهام، نقلل من الموضوع إذا جئنا بالأرقام. أحسنتم. نعم، ولكن أنا أريد هنا أن يعني أتوقف عند نقطة مهمة. هذه الطريقة في استشراء الفساد عجيبة، ربما يعني هي نموذج يعني نادر في العالم. نعم. وهي طريقة تعبر عن الإيرادات. نعم. في العراق، سواء الإرادة الإيرانية أو الإرادة الأمريكية، ترتيب الفساد بهذه الطريقة في كافة مفاصل الدولة واستنزاف العراق بكل خيراته وجعله بلد فقير بينما إيران هي الحديقة الخلفية تتنعم بالأموال العراقية، هذه مسألة خطيرة جدا. نعم. حتى إحنا اليوم في فصل الصيف نتكلم عن ألواح الثلج وأزمة بيع ألواح الثلج، لا كهرباء، لا مدارس، في الشتاء تغرق البلاد وفي الصيف يعني تلتهب بالحر. كيف يمكن وصف المشهد فيما يتعلق بالفساد دكتور؟ كما قلنا لا يمكن وصف المشهد من خلال أرقام وإحصاءات، وإن نعم. كانت الجهات المعنية، ونحن من هذه الجهات، لدينا أقسام تعنى بمتابعة هذا الأمر لا شك، لإثبات الوقائع، والتقارير الدولية كافية في هذا الموضوع. لكن بعبارة مختصرة، تم التأسيس لمنظومة تخريب وإفساد في العراق منذ ساعة الاحتلال الأولى، بدأها الأمريكي واقتدى به الإيراني. ليس فسادا عبثيا أبدا. هو كما السلاح
الفوضوي هو ليس فوضى يعني هكذا، وإنما فوضى خلاقة فعلا. الفوضى الخلاقة طبقت في العراق على كل الجوانب. يعني الأمريكان في بداية احتلالهم للعراق، غارنر الحاكم العسكري الأول وضع خطة لإعادة ترتيب الأوضاع في العراق تنص على أن تكون قوة شرطة دولية كبيرة وتسند بمبالغ مالية كبيرة، وطلب عدة مليارات من الدولارات وقتها لإعادة بناء النظام القضائي والنظام الأمني، وحين ذاك يمكن أن تعود الدولة إلى ما كانت عليه. طبعا هذا لم يكن يعجب الإدارة الأمريكية لأن طبعًا المشروع كان غير ذلك. وقيل غارنر وجاء ببول بريمر الذي بدأ بمخططات الفساد بدءا من حل الجيش العراقي وحل المؤسسات وانتهاء إلى ما وصلنا إليه. فكل هذه التداعيات هي كقطاع الدومينو، بدأها بريمر بي دفعة بسيطة جدا. الطائرات الأمريكية كانت تقلع من بغداد وهي محملة بالأموال العراقية، بسبائك الذهب العراقية، بالآثار العراقية، جاءوا لتحرير البلاد كما يقولون من طاغية، من دكتاتور، من قبضة أقلية تحكم أكثرية، هذه ادعاءاتهم الكاذبة، وإذا بهم يأتون لنهب العراق. فنحن قلناها منذ وقت متقدم، القوى المناهضة للاحتلال قالت هؤلاء سراق، هؤلاء طارئون على العراق. هذا الجانب السلبي. أما الجانب الإيجابي في هذا الموضوع أن هؤلاء يسرقون بنهم ولا يشبعون، ولكنهم مستعجلون. لما؟ لأنهم يعلمون تماما أنهم طارئون وسراق، وحالة العراق حالة مثلى لدولة منهوبة ومنتهبة، فيحاولون الإسراع بالسرقة ما أمكن لأنهم يعرفون أن الأمر لن يطول. نعم لن يطول. لماذا لن يطول دكتور؟ يعني حتى التعامل مع كل الأصوات التي دعت إلى وقف هذا النزيف ومحاربة الفساد والفاسدين وملاحقتهم تطارد بهذه الطريقة، تقتل. يعني من يخرج الآن في مظاهرة ليطلب بوقف الفساد وبمحاسبة الفاسدين مصيره القتل. نعم. يعني هل الشعب يستطيع من خلال هذه الثورة المستمرة أن يحقق شيئا في هذه النقطة؟ نعم، يعني هناك طول نسبي وطول غير نسبي. العراق للأسف تعود على هذه الحالات، لعل من يعني من ضمن عوامل أو ملامح تاريخ العراق الحديث أنه غير مستقر بالمرة كما غيره من البلدان. طبيعته الجغرافية، طبيعته يعني جيرانه، خيراته، موارده، كونه أيضا في مفصل حضارات وأمم وتقلبات ودول وصراعات، جعل العراق غير مستقر أبدا. فهذه 18 سنة في عمرنا طويلة جدا، ولكن في عمر الدول نعم قصيرة، في عمر الدول قصيرة ونسبية، ومرت العراق أزمان أكثر من هذا طولا، احتله الطارئون ثم خرجوا منه. لكن المعول أولا على الله طبعا، وثانيا على أن هذه يعني الأمور جعلت هذا الوعي العراقي يتحرك من جديد. ومهما طال الزمن، إن كانت هذه العوامل غير مؤثرة الآن لظروف ذاتية وموضوعية، فإنها ستؤثر بلا شك مستقبلا. لكن المشكلة أين تكمن؟ هناك خلل كبير جدا في المنظومات الساندة، تكاد تكون المنظومة الدولية متفهمة إلى حد ما أكثر من المنظومة الإقليمية وأكثر من المنظومة العربية تحديدا. النظام العربي الرسمي إلى الآن لم يدرك هذا الأمر، ثم المتغيرات في المنطقة وعدم الأخذ بالنصائح المتقدمة أنه إذا حلت قضية العراق مبكرا سنأمن من انتقال هذا الخطر والشرر إلى بلدان أخرى، وهذا لم يحصل وقتها. نعم، هذا مدخل لموضوع مهم يتعلق بالقمة الثلاثية في بغداد مؤخرا. هذه القمة طرحت تساؤلا مهما عن احترام الحكومات العراقية المتعاقبة للجهود العربية الرامية لحل مشكلة العراق، والتي تطرقت إلى جزء منها في 2005-2006. نعم. دكتور، هل تعتقد أن هذا اللقاء وهذه القمة يعني هي إيجابية بالفعل لصالح العراق ولصالح بغداد، أم أنها تبني أيضا يعني على ما هو خطأ، وبالتالي نحن سنكون أمام مخرجات ليست جيدة؟ طبعا هي إيجابية فقط في وسائل الإعلام العراقية الرسمية والعربية الرسمية. نعم، لكن واقع الحال غير ذلك على الأرض. نعم، نحن في الهيئة أصدرنا بيان بشأن هذه القمة. نعم. قلنا في هذا البيان بوضوح وبصراحة أن الدور العربي في العراق مطلوب، ولكن ليس بهذه الطريقة. زيارة لشرب فنجان شاي ثم العودة إلى يعني والخروج منه، عدم المبيت في بغداد ولو لليلة واحدة، لا يمكن لدولة في العالم تحترم نفسها أن تقبل بأن تعقد فيها قمة بهذه الطريقة. ولكن مقتضيات إظهار الحكومة في بغداد أنها حكومة بدأت تتعافى
وأنها بدأت تعود إلى حضنها العربي، ومقتضيات وإرادة الراعي الأمريكي للنظام السياسي فرضت قمة بهذا الشكل. ماذا أنتجت هذه القمة؟ ما هي مخرجات هذه القمة؟ ماذا ستقدم هذه القمة؟ حتى لو اتفقوا على قائمة طويلة من الاتفاقيات وغيرها، ما الضامن على أن الحكومة في بغداد ستطبق ذلك؟ هي لم تراعي ولم تحترم أي دور عربي سابق في العراق، وأقول للأسف ضربت بعرض الحائط بكل الجهود والمبذولة والمشاعر والدوافع والنيات الحسنة عندما كانت هذه الجهود جدية وحقيقية، فما بالك في هذه المرحلة التي لا تكاد تلمس في هذه الجهود جدية أو وعي أو إدراك بحقيقة ما يجري في العراق وبحقيقة ما يراد للعراقيين. مثال على ذلك، هذه الجهود العربية في غالب الدول العربية، لا أتحدث هنا عن القمة الثلاثية تحديدا، وإنما أتحدث عن النظام العربي الرسمي والفاعلين فيه ومن يطرحون مشاريع لإعادة العراق إلى الحضن العربي، لم تستشر القوى المناهضة للاحتلال حقيقة فيما ينبغي أن يفعل، أو على الأقل في رأيها فيما يجري في العراق. تذكرون مؤتمري 2005 و2006 مؤتمري القاهرة، كان لنا حضور قوي في ذلك الوقت واستشرنا في هذه الموضوعات وأبدينا وجهات نظرنا وتفاعلنا بقوة ووصلنا إلى نتائج طيبة ولم تنفذ، لو نفذت ما وصلنا إلى هذه الحال. الآن هناك نوع من التجاوز لكل القواعد السياسية اللازمة لبناء تصور عن المشكلة في العراق وكيفية الحل. كل من يخدم الصورة الظاهرية وهي أن العراق يتعافى عربيا يفسح لها المجال، حتى وإن كانت غير صادقة، حتى وإن كانت صاحبة مصالح ضيقة. وكل صوت حقيقي يقول يا جماعة الشغل ما يكون بهذه الطريقة لا يسمع صوته. كيف لابد أن يكون العمل إذا لم يكن بهذه الطريقة الشكلية التي تسلق صلقا يعني بهذه نعم. أولا كل من يدخل الآن، نفترض دولة عربية سين، دولة عربية سين تريد أن تعيد العراق إلى الحضن العربي، تقرأ الساحة، هل النفوذ الإيراني في العراق طارئ جديد؟ سنة سنتين ثلاثة أربعة؟ لا، و18 عاما. هل النفوذ السياسي الإيراني في العراق بعد الاحتلال أم له آثار ومرتكزات وقواعد قبل الاحتلال؟ طيب ما هي قدرات هذه القوى المهيمنة على الحكم؟ ما هي أسباب استمراره؟ الراعي الإيراني كيف يتعامل معها؟ ما هي العلاقة بين الأمريكي والإيراني في العراق؟ ما هي المشاكل الحقيقية للعراقيين؟ ما هي الأصوات الحقيقية للعراقيين؟ هل نعالج المشكلة سياسيا فقط أم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا؟ ما هي الخطط الموضوعة زمنيا؟ سنة سنتين ثلاثة أربعة؟ لا يمكن لعاقل أن يتصور أن النفوذ المهيمن في العراق المتغول في العراق اللي وصل إلى درجة الاحتلال يمكن أنه يسلق في برنامج من خلال سنة سنتين وبالاعتماد على شخصيات هامشية في العراق هنا أو هناك. كل هذه القواعد كل هذه ينبغي دراستها ومن ثم القيام بخطة متكاملة يشترك فيها جميع العرب. ما يمكن أنه يكون مشروع عربي تقود دولة الفلانية في وسط العراق، تقود دولة عربية مشروع آخر في جنوب العراق، ودولة عربية ثالثة لديها مشروع في شمال العراق. لا يمكن لدولتين عربيتين متحالفتين في إطار مشروع واحد أن تدعم إحداهما وحدة العراق وتدعم الأخرى انفصال العراق. هذه هي مأخذنا على لكن دكتور الأثر العربي. النقطة الأخيرة في هذا المحور أنه البعض عدها محاولة من الكاظمي للعودة إلى الحضن العربي ومحاولة للإفلات إنجاز التعبير من هذا الاستلاب الإيراني الهائل في البلاد، وإحنا يعني ليست مسألة نوايا أو نيات، إنما هل تعتقد بأن الكاظمي يفكر بهذه الطريقة أو معطيات كلها بين يديك تقول ذلك؟ أنت قلت يعني بعضهم، هذا البعض كم يكون؟ نعم، وهي جملة احتياطية منك، ولا الواقع ليس كذلك. هذا ما يروج له إعلام الكاظمي، الإعلام الأمريكي والإعلام الرسمي العربي. واقع الحال أن الكاظمي مسلوب الإرادة الذي لا يستطيع أن يعبر بلسانه عن أفكاره كيف تكون له طموحات وآراء ومشاريع. هو أداة تنفيذ لأمر. هنا خلنا نتحدث يعني بوضوح، مو نظرية مؤامرة ولا غيره. الأمور في العراق لا تقتضي يعني في الغالب السياسة واللباقة والحذر وغيره.
الكاظمي طلب منه أمريكيا أن يعقد هذه القمة لضرورات تقتضيها السياسة الأمريكية فالتزم بالأمر. سافر الزعماء بطائراتهم، انتهى الموضوع ومزقت الأوراق وألقيت في سلة المهملات. هكذا يتم التعامل. نعم، إلى هذا الحد. أنا أقول إلى هذا الحد وأتحمل مسؤولية. وماذا تريد أمريكا من هذه الصورة، من التقاط هذه الصورة؟ ما يأتي بعدها حتى يظهر بعضهم الذين سميتهم والكاظمي جاد في العودة إلى الحضن. ما هي جدية الكاظمي؟ هل عندما جاء الكاظمي إلى الآن فعل مشروعا عربيا مشتركا واحدا؟ هل وفى بوعد ما اقتصادي هنا أو سياسي للدول العربية؟ هل أعطاهم شيئا مما يطالبون به؟ هل خفف من حملات إعلام الإعلام الرسمي العراقي والإعلام الميليشياوي ضد الدول العربية وحملات الكراهية التي، هل قلل من الإساءة ضد الحكام والرؤساء العرب التي نسمعها ليلا نهارا؟ يرغب لكنه ربما لا يستطيع دكتور. نعم، ربما يرغب لكنه لا يستطيع، هناك رغبة موجودة. لا بس لكن. لا بس خل أصير سياسي وأقول لك يرغب لكنه لا يستطيع. طيب، وإن كان الواقع غير ذلك دكتور. ما يهمني الآن في الحقيقة في نهاية هذا اللقاء الطيب معكم هو أن أسأل عن مستقبل العراق في ضوء كل ما تحدثنا به. هل تعتقد أن الأمل ما زال مشرعا في مواجهة هذا اليأس والإحباط والفساد والميليشيات وكل ما نعرفه من سلبيات داخل الدولة العراقية؟ طبيعي، لولا الأمل ما جلست معك في هذا اللقاء وتحدثت بهذه اللغة وبهذه الطريقة. لولا الأمل ما بقينا طوال هذه السنوات نعمل ونقوم بكل ما هو مطلوب منا، يعني شرعيا وسياسيا ووطنيا. لولا الأمل ما استمرت الأصوات الحرة إلى الآن ومنها صوت قناتكم. وأخذ لقطة واحدة فقط، إشارة واحدة، بعد 18 عاما من الاحتلال يخرج شاب صغير السن يقول نريد وطن ويتلقى رصاصة في جبهته أو في صدره، ثم تقوم أمه للمطالبة بحقه وتعيد أو توجد بعدا جديدا في مناهضة العملية السياسية في العراق، ألا وهو دور الحاضنة، دور العائلة، دور الأم، دور المجتمع في الدفاع عن أبنائه الشباب الذين يتصدون لهذا الظلم. هذه الحالة الشبابية المتنامية، هذه الحالة الثورية. وأدعو بعض إخواني، أحيانا ندخل في نقاشات مع بعض إخواننا يقولون دعونا نحتط قليلا ولا نسميها ثورة، هي انتفاضة، هي احتجاج، هي هبة. أقول لهم هي ثورة بكل ما للكلمة من معنى. هذا هو الذي يعطينا الأمل، أن الله سبحانه وتعالى إذا تقاعس المتقاعسون وتراجع بعض المتقدمين وركنوا إلى اليقط واليأس والقنوط، فإن الله سبحانه وتعالى يخرج لنا كل حين جيلا جديدا يحمل. أتوقف هنا عند كلمة جيل جديد دكتور. نعم. نحن أمام جيل بالفعل جديد، يعني هذا الجيل بعضه لم يكن موجودا عند احتلال العراق، بعضه يعني كان موجودا عمره سنة سنتين. نحن نتكلم عن جيل جديد بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهو الأكثر حرصا ومحبة للعراق، وهذا الواقع. يعني النقطة هذه مهمة، بارك الله فيك على إثارتها. نعم، هذا جيل حقيقي حسيا ليس معنويا. نعم، أغلبهم ولد سنة الاحتلال أو بعد الاحتلال. نعم. هذه الأعمار هي التي الآن لا تحمل لا رواسب الماضي، لا عقد الماضي، لا تأثيرات السياسيين، لا تأثيرات البيئات المحيطة، متجردة تماما، تغض النظر عن كل شيء. تقول نحن شباب ولدنا بعد الاحتلال، عمرنا الآن في 18 ولم نرى شيئا من الحياة، أين هو العراق الذي تتحدثون عنه؟ نريد العراق الحقيقي. قد نكون نحن عشنا جزءا من أعمارنا في العراق قبل الاحتلال. صحيح. ونقارن بين حالتين. لكن هؤلاء لم يروا إلا خرابا ودمارا ودماء، فمن حقهم أن يحلموا بمستقبل. فنعول بعد الله سبحانه وتعالى على أمل شبابنا بالمستقبل. لا يخافون الموت دكتور، وهذه نقطة، ويرغبون. نعم. بالحياة. نعم، ويعني أنا أريد رسالة فقط في دقيقة. نعم. ونصف لو سمحت، لهذه الفئة المهمة من المجتمع العراقي. الله يبارك. أنا أقول لهم أنتم لا تملكون شيئا، للأسف لا تملكون شيئا، لا تملكون حاضرا ولا تملكون مستقبلا. ومن هنا كانت اندفاعتكم وعدم خوفكم من الموت، من هنا كانت الهيبة معكوسة، الهيبة في صدورهم، في قلوبهم، في عقولهم. لا يخافون هذا النظام القائم، إن خاف منه أكبر منهم فهم لا يخافون. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الروح، بسبب هذه المعاني، بسبب التجرد التام والوطنية الصادقة. إذن من عوامل إعادة العراق
إلى أهله، إلى عربه، إلى عجمه، سميه ما شئت. نعم. أو سميها ما شئت. الوحدة، الوعي، التمسك بالهوية الوطنية، التعالي والتجاوز عن كل الأمور التي حاول الاحتلال ومن جاء معه ترسيخها. نحن عراقيون ونسعى لعراق حقيقي حر واحد مستقل آمن ينعم أبناؤه بخيراته ومقدراته ويوزع الخيرات كما كان يوزع للشرور على المنطقة. ألف شكر لك دكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين بالعراق، سعدنا بوجودكم معنا في هذا اللقاء الطيب. شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة وطيب المتابعة في هذا اللقاء الخاص مع دكتور مثنى، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياكم بارك الله فيك.